انتبه إلى هذه المسألة مهمة جدا. الشيطان يدفع الصغار، إذا وضع الطعام والشيطان جائع يريد هذا الطعام دفع الصغير إلى الطعام وجعله يتناول بسرعة بدون تسمية. ماذا حصل الآن؟ استباح الشيطان الطعام، لأن الطعام لا يمكن أن يستبيح الشيطان إلا إذا مدت اليد إلى الطعام ولم يذكر اسم الله عليه، فيستبيح الطعام حينئذ. ولهذا قد يأتي الشيطان الجائع بالغلام أو الجارية أو غيرهم ويدفع إلى الطعام دفع، تجد الصغير يأتي يركض إلى الطعام يهجم هجوما ليأخذ لقمة منه، يدفعه الشيطان كما بيّن عليه الصلاة والسلام. قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما، ثم ذكر اسم الله صلى الله عليه وسلم وأكل. الحاصل أن من أعظم فوائد هذا الحديث أن التسمية مطلوبة من كل من يضع يده في الطعام، من صغير أو كبير، كل من يضع يده في الطعام لا بد أن يسمي. إن ترك التسمية واحد من الآكلين استحل الشيطان الطعام من جهته. نعم.